تصور نسيت اقول لك ان جوزها ده بطل في الملاكمه. بتتسحب كده ليه يا عماد؟ تعالى هنا. واضح ان هو كمين. ايوه يا ماما. بكره تعدي على عمك سعيد عشان تدفع فاتوره الموبايل والارضي في السنترال. طوابير وزحمه تاني يا بابا. هتنجز مع امان. فاتوره النت يا عماد، طنطك نوال زعلانه مني بقالي يومين ما بعملهاش لايك. مفيش نت، ما تحطناش في موقف محرج مع حد. انت من امتى بتحبي طنط نوال دي اصلا؟ اخرس يا ولد، اياك تتكلم كده على طنط نوال. انت نسيت لما كانت بتغير لك؟ اكيد نسيت، وبعدين انا اخر مره نمت في الطابور من كتر الزهق. وبعدين تطلع على عمك شفيق في شركه الكهرباء عشان تدفع الفاتوره. لا دي بقى في طريقك يا عماد. وهو انتوا تعرفوا طريقي منين اصلا؟ خليك مع امان. ولد عيب لما اتكلم ماما كده. ما انا خلاص كبرت، هو مبقاش حد يسمع كلامي في البيت ده. وما تنساش وانت راجع تدفع فاتوره الغاز. هو مفيش حد غير انا في البيت ده. جرى ايه يا عماد؟ انت هتزعل امك عشان شويه غاز؟ ما انا قلت لك خليك في امان. وايه امان ده يا مروه؟ خليك في امان، مع امان تقدر تدفع كل فواتيرك باسرع وسيله. امان وانجز وخليك في امان.